السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. مضى إمامنا الحسين في ظهيرة يوم العاشر من المحرم، وقد طلق الدنيا وترك الخلق طرا. إلهي تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب ربا لما مال الفؤاد إلى سواك. اجتمع عليه قوم بني سعد عليهم لعائن الله، ألا لعن الله شمرا، لعن الله عمر بن سعد، لعن الله يزيد بن معاوية، لعن الله أمة قتلت الحسين، سفك دم الحسين عليه السلام. هذه ليلة أليمة، ليلة عظيمة على زينب عليها السلام. ما من خيمة تأوي إليها، ما من محايا من يحاميها، ما من راع سوى أيتام أرامي العليل. نوجه خطابنا إلى إمام زماننا الذي يبكي على جده الحسين، لأبكين عليك بدل الدموع دما، لأندبنك صباحا ومساء، أين الطالب؟ بذحول الأنبياء وأبناء الأنبياء أين الطالب؟ بدم المقتول أين الطالب؟ بدم المقتول بكربلاء يا أهل العالم، إن جدي الحسين قتلوه ظمآنا. يا أهل العالم، إن جدي الحسين سحقوه ظمآنا. الله يا حامي الشريعة، أتقر وهي كذا مروعة، بك تستغيث وقلبها لك عن جوى يشكو صدور.
كم ذا القعود سيدي ودينكم هدمت قواعده الرفيعة مات التصبر في انتظارك أيها المحيي الشريعة فانهض فما أبقى التحمل غير أحشاء جزوعة تنعى الفروع أصوله وأصوله تنعى فروع أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة ماذا يا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة حيث الحسين حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحنت ضلوع وإماما أين المنادي وإماما أين المنادي وعطشانا أين المنادي وشهيدا ورضيعه بدم الوريد مخضب فاطلب رضيعا قتلته آل أمية ضامن إلى جنب الشريعة تلقى حسيا دم الطفل بيد سال وترى الشف من وريد وذبل السما وللقى ما خاير سعد الله قلب أمه ترى هذا الرضيع مذبوحا ونبني مياتم للحزن ننصب ونبني الطفل عاد يفطمون ونبني فجعن حرم ليانا ونبني انفطم يا ناس بن هامل مني اي والله انفطم يا ناس بسهامي نخت ولا نفل يا حسين لبني وجف من العطش والخوف لبني هنا يهل الرحم جف ماي لبني قبل ما روحة تفغر بين يدي اي والله قبل ما روحة تفغر بين يدي موقف أليم زينب تنتظر عودة الحسين وإذا يعود يحمل طفله الرضيع مذبوحا من الوريد يا خويا الطفل عند غطي أنا مالي قلب يا حسين وصدني والله خفت العطايش لن يلحق علي أنا هذا الخفت من نطحت بي
نعم بعد ذلك ودع الحسين عياله رد وعيال من البشيوم والله صاحوا يا إلى التوديع قوما مثل سرب القمغام اي والله مثل سرب القطع قاما يحوما تطيح عليه وحدته لو تعثر اي اي صحيت يا ولينا عسل للغاضرية لالفينا يا بولينا نذبح وحنا نسبينا اي والله ولينا نذبح واحنا نسبي لو ان دهر بيكم يعود ورد شيلا راس بيكم ردود وترجع جفوف ابو فاضي للزنود وتتلايا مجروح الأكبر اي والله وتتلايا مجروح الأكبر يا مولانا يا أمير المؤمنين قم يا علي فما هذا القعود وما عهدي تغض عن الأقذاء أجفانا هذا حسين عار بلا غسل ولا كفني عار تجول عليه الخيل ميدانا نعم هذه الليلة الأليمة على زينب أحرقوا خيامها خيمنا بنار من عقبك وجوهين الفواطم من طحت فزعة والله وجوهن وجوهن ضربوا بالحقد وصفة وجوهين وفرا بالصحار من آل أمية والله وفرا بالصحار من آل أمية يا أمير المؤمنين يا أبا عبد الله الحسين أمس المسا يا حسين وحدي والله متحيرة وإيد على خدي أنا بقيت محيرة واصفج بليدي لا عباس يبرالي وانا حسين انا مني نجتني كربلا مني يم حسين يم تعالي شوف كربلا سوت بحالي قلها يما انا يمك مو بعيدة ثلاثة ايام ساكن البيد نوبا نهض وادور صبعيدة اي والله ونوبا نهض وادور جف عضيدة ادور بالمجالس دوم وانعم والله بل جن صوت نا احسي انا سمعي يجرع لابو السجاد دمعي اون الون تون مفجع الكسر ضلع لحسي انا كسر ضلع اي والله الكسر ضلع لحسين
انكسر ضلع نادى ذلك اللعين ابن سعد يا خيل الله اركبي وبالجنة أبشري ودوسي صدر الحسين ولجمات ولجمات يقع الطف الجلوع ولجمات وجرح ينزف على أخواني ولجمات صحت يا خيل ما بست والجمايات هذا حسين مرمى على الوطن اي والله هذا حسين مرمى على الوطن ونادى اللعين ابن سعد احرقوا بيوت الظالمين والله يفترن خوات حسين من خيمة لعد خيمة ينادى وين ما مش بالعرب شيمة أنا الما طالعة من باب خدري وعثر بالهوى خوف على ستري بناتك يا ابو اليمة دهن فكري هاي من السبيل هذا تبكي ترويج النار بثوب تسري يا ريت القطع نحرك قطع نحري ولزينب النوح لفقد شقيقها تنعاه يا ابن الساجدات الركعي اليوم أصبغ من عزاك في عزاك ملابسي سوديا وأسكبها طلات الأدمعي يا ابويا اللي علي غول يا ابويا الليل علي هود وانا غريب وما لأحد بما يا ابويا القلب يضمد بالحسين خلع الدم مدد وابن والد العبا والله ما ريت خلص وهلي الله لحى اياد خلص وهلي الله اياد لحد والصبيين قبل لا ترحلون والله وقبل على الغبرة تنامون تدرون بي هاشمية وكلمة غدر صعبة علي والرموم تونها يا بعد الحسين يقول إمامنا علي بن الحسين يقول كلما وقفنا ضربونا بالصياط على متوننا إن صحت بويا يشتموني وإن صحت خويا يضربوني ومن الضرب ورمى نمتوني اي والله ومن الضرب ورمى يا نمتوني وناصح وحقك ما شفت راحم وناصي الشمر بالصوت يضربني
وناصيح لو انك حاضر يا خزينا وناصيح وحقك ما جسر واحد علي وحقك ما جسر واحد علي. اللهم بهذه العبرات المباركة، بهذه الوجوه المباركة، هذه الليالي العظيمة الأليمة، هذه الليلة العظيمة الأليمة عن على زينب صلوات الله وسلامه عليه، أن ترحمنا يوم الفزع الأكبر، يوم يقوم الناس رب العالمين.